بمناسبة شهر رمضان المبارك بشرى بشأن صرف مرتبات ومعاشات مارس، هنعرف تفاصيل الخبر. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديدة. مع اقتراب شهر رمضان المبارك بيسعى المواطنين لاقتناء السلع الغذائية في ظل الأجواء الرمضانية، وده طبعا بيكون عبء مادي عليهم. قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس في وقت مبكر. بالنسبة لصرف مرتبات ومعاشات شهر مارس، عملت وزارة المالية على مراعاة الظروف والأعياد والمناسبات ضمن جدول مواعيد صرف المرتبات، وحددت الوزارة صرف مرتبات شهر مارس 2023 للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والشركات التابعة ليها ليكون قبل بداية شهر رمضان المبارك. هيتم صرفه من ماكينات الصرف الآلي وفقا للمواعيد اللي تم الإعلان عنها. بالنسبة لمواعيد صرف مرتبات شهر مارس، من المقرر ان هيبدأ صرف مرتبات شهر مارس 20 مارس الجاري، هيستمر على مدار ايام 21 و22 و23 و26 مارس من خلال ماكينات الصرف الآلي. هيتم صرف مرتبات المعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم والعاملين في وزارة العدل، الاستثمار، التعاون الدولي، التخطيط، الخارجية، الكهرباء، التنمية المحلية، الزراعة، الشباب والرياضة، المالية والتعليم العالي. كما يتم صرف مرتبات المديريات الخدمية في المحافظات، المعلمون والموظفون في مديريات الطب البيطري، الشباب والرياضة، دواوين عموم المحافظات، مديريات التربية والتعليم، التنظيم والإدارة، مديريات الزراعة، الهيئات الحكومية المستقلة، رئاسة مجلس الوزراء، الأزهر، النيابة الإدارية، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، الجامعات واللجنة العليا للانتخابات، القضاء والنيابة النيابة العامة، معهد الخدمات المالية، دار الإفتاء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قضاء الدولة، والهيئة العامة للرقابة المالية. يوم الاثنين 20 مارس في أول أيام صرف مرتبات موظفي الحكومة. في اليوم التالي هيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التضامن الاجتماعي، البيئة، القوى العاملة، البترول، الداخلية، الإنتاج الحربي، الثقافة، الطيران المدني، التجارة والصناعة والصحة والإسكان والأوقاف والتموين، قطاع الأعمال العام، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، النقل، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، السياحة والآثار، ومديريات الخدمات في المحافظات، القوى العاملة والطرق والنقل والتموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق والشؤون الصحية، وباقي الهيئات الحكومية المستقلة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للمحاسبات، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني. ديت كانت أخبار صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس. موعده هيتم صرفه قبل ميعاده بمناسبة شهر رمضان المبارك. ولو في أي أخبار جديدة هتعرفوها هنا في قناتي، فما تنسوش الاشتراك وفعلوا الجرس ولايك للفيديو وشير عشان توصلوا كل الأخبار الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.